نقطع الظروف نفرح القلوب ولنا في كل شارع صديق نقطع الهدى لا نؤذي أحدا. اهلا صديقاتي، واش راكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كامل بخير بصحه جيده. اليوم في هذا الفيديو القصير جبت لكم عصير لذيذ مغذي ويعطينا طاقه بمكونات يعني متواجده. عندنا حبه بنان، سبعة تمرات، حليب قيس زوج كيسان، والقرفه. ونسحقوا هذا البلندر، الا ما عندكش بلندر غادي تخدمي بالميكسور. نقطعوا كامل هاد المكونات، نديروهم يعني نحطوا كلش على ضربة كما راكي رايحة تشوفي معايا. بعد قليل نحط كامل المكونات في البلندر، تمر، بنان، زوج كيسان حليب. البنان معروف عليه غني بالألياف وبالنشويات، وتمر لا يعلى عليه. وسبعة نزيدوا القرفة البداية، نغلقوا البلندر ديالنا، ونحطوا كل شيء في القرفة. بعد ما مكسينا كامل المكونات، شوفوا العصير تاعنا كيفاش راهو. بسم الله، يعني نقومو بتفريغه في كيسه. انا حطيت دي كوب دو غلاس هكذا باش يكون منعش اكثر. شوفوا القوام تاعو، اذا حبيته يكون ثقيل على هكذا ما عليك غير تنقصي كميه الحليب، اي فيس فيرسا اذا حبيته يكون خفيف على هكذايا زيدي في كميه الحليب. اذا كان عندك حليب كامل دوسهم يمكن تزيدي معاه ماء معدني، يعني ديري كاس حليب وكاس ماء. هكذا حضرنا مع بعض احلى عصير في وقت وجيز. راني نخدم بيد وحده، عفوا باسكو يد راني حاكمه بها على الكاميرا. شوفوا الكميه اللي عطات لي. بصحتكم، انا مبقى لي غير نقول لكم اذا عجبكم هذا الفيديو ما عليكم غير الاشتراك في قناتي باش يلحقكم كامل الوصفات السهله واللذيذه اللي كيما هذه. ما تنساوش تهلاو بزاف في روحكم وفي اللي عزاز عليكم. الى اللقاء قريب، مع السلامه. Au revoir.